أهلا بيكم في مجلة الحياة. الفنان المعتزل سرين نجار جسد دور حمودة فيلم الساحر، وكان واحد من أيقونات السينما، ووقف في بداية مشواره الفني أمام كبار النجوم منهم الفنان الكبير محمود عبد العزيز، لكنه فجأة وبدون سابق إنذار قرر أن يعتزل واختفى عن الأنظار. هنشارك معكم في تقريرنا أبرز المعلومات وأهم المحطات في حياة الفنان سرين نجار. تابعونا. انتشرت مؤخرا مجموعة من الصور للفنان سرين نجار بعد ابتعاده لسنوات طويلة عن الشاشة، ولكن تغيرت ملامحه وظهر بشكل مختلف وبشعر كيرلي طويل عن اللي تعرف بيه في أفلامه. وعلى الرغم من ابتعاده عن التمثيل إلا أنه مازال حتى الآن يفكر في العودة مرة تانية للشاشة إذا أتيحت له فرصة مناسبة ووجد نص مناسب. ولم ينقطع عن أصدقاء الفنانين في مصر ومازال على تواصل مستمر معهم عن طريق فيسبوك، منهم الفنانة منة شلبي وباسم سمرة ويسري نصر الله وحسن خان وغيرهم مجموعة كبيرة من الفنانين. والجدير بالذكر إن الفنان سرين نجار اتولد في الأسكندرية يوم 1 يناير سنة 1976، وكان حلمه من صغره أن يصبح ممثل، فدخل الجامعة الأمريكية في القاهرة ودرس المسرح والفلسفة. وأثناء دراسته في الجامعة الأمريكية شارك في عروض مسرحية على خشبة المسرح، وبعد تخرجه سافر لإنجلترا لدراسة فن المسرح، وكان فنان مغمور حتى تقدم لعمل بروفا لدور في فيلم جنة الشياطين سنة 1999، ووقتها شافه المخرج أسامة فوزي على المسرح وأعجب بيه واختاره من بين عشرات الأشخاص اللي كانوا مرشحين للدور، وقرر المخرج أسامة فوزي يعلمه كل شيء يخص السينما، وبالفعل قدم أول عمل ليه على الشاشة من خلال فيلم جنة الشياطين وجسد دور عادل. وكان الفنان سرين نجار ممتن للمخرج أسامة فوزي على مساعدته، خصوصا لأنه لم يكن يجيد القراءة باللغة العربية، فكانت أغلب عروضه في الجامعة الأمريكية. وبمجرد ظهور الفنان سرين نجار لأول مرة في السينما لفت أنظار كبار المخرجين بسبب موهبته الكبيرة، وكان من ضمنهم المخرج يسري نصر الله، وعرض عليه فيلم المدينة وجسد من خلاله دور فوكس. ومن بعدها توالت العروض عليه وقدم أشهر أدواره على الإطلاق في فيلم الساحر سنة 2001، فقدم دور حمودة مع الفنانة منة شلبي والفنان محمود عبد العزيز. ولكن بسبب الدور ده تعرضت الفنانة منة شلبي لأصعب موقف في حياتها، لأن والدتها زيزي مصطفى حزنت جدا بعد مشاهدتها للمشاهد اللي جمعت منة شلبي مع سرين نجار. وحاول الفنان محمود عبد العزيز يقنع زيزي مصطفى بأنها مشاهد في سياق الفيلم، ولكن عندما شاهدت والدتها الفيلم لطمت على خدها، وكان من أصعب الأيام في حياة الفنانة منة شلبي. أما سنة 2003 شارك الفنان سرين نجار في فيلم ديل السمكة، وأخيراً سنة 2009 شارك في مسلسلين أردنيين، ومن بعدهم قرر أن يترك عالم الفن وسافر للسويد وتزوج من سيدة تحمل الجنسية السويدية وأنجبوا بنت. وحالياً يعمل في السويد مساعد للمكفوفين المصابين بالوسواس القهري، ومن مهام عمله أن ينظم يوم ترفيهي علاجي ويخرج معاهم. بكده يكون الفيديو انتهى. اكتبونا في التعليقات وقولونا أكتر عمل حبيتوه للفنان سرين نجار. استنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.